الفتن، فتن الشبهات التي تطرح الآن على الشباب، ربما كبار السن لا يدرون ولا يعرفون هذه الجوالات ولا يعرفون هذه الوسائل، لكن أعظم من في المجتمع من الناس الآن هم شباب، ليس في المجتمع السعودي، لا، في شتى أقطار البلدان الإسلامية فتحت فتن الشهوات والغرائز، وكذلك انفتح، وهذا الذي لم نعهد عليه، انفتحت فتن الشبهات التي يلبس ويدلس فيها على أبناء المسلمين وبناتهم. انتبهوا أنتم يا شباب، اتقوا الله جل وعلا، ما يأتيك من شيء في جوالك لا ترسله إلا بعد أن تستوثق من أهل العلم من أنه صحيح حتى تبرأ ذمتك. بعض الناس يحب الخير، يقول ما شاء الله هذا خير، أرسله إلى من عندي في المجموعات، فيرسله وإذا به يندم، لأنه يعرف أنه قد أخطأ، وأن هذه الرسالة، والله أقسم بالله، وذكرت ذلك في رمضان الماضي، والله إن رسائل انتشرت وبحثت عنها فوجدتها في مواقع للرافضة تحث على بعض الأدعية في رمضان، وتحث على أدعية في كل يوم من أيام رمضان وفي جمع من جمع رمضان. والله لما بحثت عنها أردت أن أبحث عنها في كتب أهل السنة، قلت ربما الإنسان ضعيف جاهل، وما أوتيت من علم إلا قليلا، والإنسان بحاجة للعلم الشرعي إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، لكن قلت ربما أنها موجودة، فبحثت فلم أجدها، فبحثت فوجدتها في كتب وفي مواقع الرافضة. لا تفسد الرافضة ولا الصوفية عليكم عقيدتكم. يعني تصور بعض الناس، يعني آخر رسائل وصلتني صورة فيها قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون صوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو قبره أم لا؟ لكن قالوا لا خير فيك إن لم ترسلها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب شر، هذا باب شر نتعلق بالقبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يحذر من أن يتخذ قبره فكيف بصور؟ نرسل صور لقبره صلى الله عليه وسلم أن نتعلق به مثل الصوفية، نذهب ونستغيث به دون الله؟ هذا من الجرائم. انتبهوا يا إخوان، يعني العاطفة لا تسيرنا، وإنما على المسلم أن يتعلم العلم الشرعي. ما عندك علم لا ترسل إلا بعد أن تستوثق. اتق الله جل وعلا في دينك وفي دين المسلمين.